السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبي نغير التربة. التربة عنده شوية وقديمة وبنزودها بتربة جديدة. نحاول ناخذ من فوق عشان ما يصير فيه ندى تربة عقب الأمطار كثرها منديه. وهذا تراب جبناه طبعا ثقيل مرة، هذا يلا شلته ثقيل جدا جدا لكن ما اقدر اشيله واحطه، فبخففه شوي شوي. وبعدين اشيله مرة واحدة. شوي بس خلنا نوسع لك المكان، نضبط لك فرق نواسيه. عشان تستانس تفحط فيه وتحفر. شوي تعال هنا نرجع مكانك. والحين يجي الغداء. يلا ترى اليوم عاد كثرنا جرعة شوي، لازم تاكل زين. اليوم ثنتين اكلت واحدة ونص فانت بطل. يلا يلا بسم الله بسم الله. يلا انا اعطيك اليوم، يضيع بعض المرات. اصبر دقيقة، رحت عنها تقريبا 20 دقيقة وخليت هذولي عنده. لقيته ماكل، شوفوا هذا شيء زين، لقيته ماكل من هذه مقرمطة. طبعا هذه اللي تو ناطتي اياها، العضة هذه اللي تو، اما هذه هو كلها.
فزين يعني، هو ياكل اذا ترك ياكل، لكن اشوفه ما ياكل كثير، لازال يدور الطلعة، هذا شيء طبيعي. لكن ما احنا بتاركينك انت، وين تروح بهالبرد؟ يلا يلا احفظ النغمة دي، احفظها انها للأكل عشان ما تعذبنا. شوفوا بطنه ما شاء الله بادي ان يفرش، مو زي اول، يبي يقارن يفتح المقطع الاول ويشوف المقطع ذا الفرق، طبعا واضح. يلا واحدة واحدة واحدة، افتح افتح افتح، توك ترى توك توك، لازم تاكل كثير. والله صحيح، شكله راعي هو شات من اول، الله اعلم كم عمره ذا. ها 15 سنة، 20، 25،